جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل فضيلتكم شيخ صالح عن صفات أولياء الله المذكورين في الكتاب والسنة جزاكم الله خيرا. أولياء الله لهم صفات كثيرة، أعلاها ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فوصفهم بصفتين: الإيمان والتقوى، وهاتان الصفتان يجمعان خصال الإيمان كلها وشعب الإيمان، كلها تدخل تحت الإيمان والتقوى. وأولياء الله يتفاوتون في ذلك، فأتقاهم لله وأقواهم إيمانا تكون ولايته لله أكثر، وكل ما ضعفت التقوى أو ضعف الإيمان ضعفت الولاية. ولكن المؤمنون كلهم أولياء الله بحسب إيمانهم وبحسب تقواهم، كلهم أولياء الله. والله سبحانه وتعالى يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين. وكل ما قوي إيمان العبد وقويت تقواه فإنها تقوى ولايته لله عز وجل. وهذا كما ذكرنا يتفاوت بتفاوت الإيمان والتقوى. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع الإيمان به وتقواه ومحبته وطاعته، وأن يجعلنا والمسلمين من أوليائه. نعم.